أنا برضو أنا مش بتكلم عن الحدث الآن يا أستاذ عبد أنا بتكلم عن فكرة إذا كنت تبحث عن شريكة استراتيجية وكنت تبحث عن تحالفات على المستوى السياسي والاقتصادي، فلا تنظر بعيداً، عندك أهو الجار المهم بعض ده. ذلك ي... 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 بعض ذلك يتم مع استعادة مصر لإدراكها الجغرافي والتاريخي ولمصالحها لوقت طويل سبق كانت المصالح المصرية هي ترجمة باللغة العربية من الإنجليزية ترجمة المصالح الأمريكية في المنطقة ده في عهد ولا الحمد لله ده صحيح أنت لكي تسعى لاستخلاص مصالحك الوطنية ونهوضك أنت الآن في بعض السلوكيات كما قلت محاولة استعادة أفريقيا اثنين محاولة بناء اقتصاد من نوع مختلف مظبوط لا ننسى أنه انضمام مصر البريكس جرى في قمة جنوب أفريقيا للبريكس. لا ننسى أن جنوب أفريقيا العدد سكانها ثلث عدد سكان مصر تقريبا او اقل من ذلك هي عضو في قمه العشرين في اقوى عشرين اقتصادا في هذا العالم لا ننسى انه آه نحن مدعوون لترجمه هذه الطريقه الجديده لانه ببساطه انت لما تقول لي ان في سكه معينه احسن ما انت مشيت في هذه السكه نصف قرن تمام فانتهت بك من حالق الى الفالق يعني من بلد في قمه اضواء العالم الى زوايا النسيان فانت هنا في النهايه يتوجب عليك ان تغير وان تراجع نفسك خاصه في عالم يتحول مظبوط ولا تبدو فيه امريكا هي الرب المعبود استغفر الله ولا يبدو فيه البيت الابيض كانه الكعبه الجديده البيت الابيض بيتلطش في اوكرانيا بيتلطش وفي فلسطين بيتلطش وفي اليمن لاحظ حتى في ضوء مصالحنا بعض ما يجري في اليمن اثر على قناه السويس رغم ان الهدف هو السفن الاسرائيليه او السفن المتجهه الى اسرائيل لكن بالقصد او بالتداعي اثر على الذهاب الى قناه السويس وعلى مواردها ولو وقتيا تدخل الامريكي البريطاني زاد الخطر لان اصبح باب المندب منطقه حرب رسميه ومن ثم زاد الاحجام فهنا علينا آه على كل شخص، على كل فرد وكل دولة وكل سياسة أن تتبع إذا أرادت حفظ مصالحها في هذا العالم الجديد الذي يتحول من قطبية الوحيدة إلى عالم تعدد الأقطاب أن يحرص على أن يكون على الأقل بلد كمصر تستحق أن تكون قطباً إقليمياً قائداً هذا هو مكانها الذي وهبته لها أقدار الجغرافيا والتاريخ والسوابق حسب. فمن ثم احنا نستحق ناميبيا اللي هي دوله لا ترى بالميكروسكوب مجاوره لجنوب افريقيا حين فزعت المانيا لنجده اسرائيل بعقده الذنب التاريخيه بعقده ما فعل هتلر باليهود عملت ايه ناميبيا ناميبيا لهم ايه طيب انتوا بتتكلموا عن الاباده الجماعيه ألمانيا ارتكبت أول إبادة جماعية في القرن العشرين قبل الحرب العالمية الثانية ومواقتا للحرب العالمية الأولى في ناميبيا أنتوا خدتوا كل أبنائنا وقتلتوهم فردا فردا صحيح فهنا أنت في وضع يمكنك أن تتحرر من أشياء ومن قيود أثقلت كاهلك وخلتك غاطس لوقت طويل جداً وفي نفس الوقت المخاطر التي تزداد في المنطقة إمكان اتساع الحرب أو النزاع تدفعك أيضا إلى مراجعة بسنت. جوهرية خاصة أنه آه أنت في النهاية تعقد الاتفاقات تعقد المعاهدات على ظن أنها قد تفيد أفادت في بعض الجوانب ثم أصبحت قيدا في معصمة عليك أن تتخلص في الظروف الجديدة مما يمكن التخلص منه انا هنا لا ادعو الى ان تبادر مصر الى حرب طبعا لكن ان تنتبه والدوائر الاعمق في هذا البلد منتبهه الى انه قد تفرض علينا حرب في قابل السنوات وإلا ليه احنا قاعدين نتسلح ونشتري ونعمل ونطور الجيش وكدا. لا ده علشان الردع وحتى لا يجرؤ احد على التفكير الردع, على بقى الردع, الردع له صور يتحدثون احيانا عن استخدام الرشيد للقوه. نعم. لا. لاحظ اننا نتحدث عن استخدام للقوه. لا. في النهايه رشيد او مت... في مقابل الاستخدام المتهور. لكن الاستخدام الرشيد للقوه لا يعني عدم استخدام القوه. يعني لا هي... اذا دلنقطة. اذا هدد الامن القومي المصري طبعا اذا فرضت عليك فلا بد ان تستعد لملاقاتها خاصه ان التحرش الاسرائيلي زاد تحت عنوان محور فيلادلفيا وغيره. تقديري الشخصي العملي انهم لن يصلوا الى محور فيلادلفيا ليه لان ببساطه اليوم سحبوا الفرقه 36 من غزه أوه. اللي هي الفرقه نخبه النخبه لواء جولاني والمستعربين والسادس والسابع وغيره وغيره لكي يذهبوا بها الى الضفه الغربيه فرغم الصراخ عالي الصوت لدى قادة الكيان بان احنا سنستمر في الحرب حتى 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 اربعة حتى و2024 وغيره لكن المدقق في الصوره الاسرائيليه يلحظ ان الخلافات بدات تدب ثم بدا صوتها يعلو. لاحظ ان بيني جانتس مثلا اللي هو من حزب معسكر الدوله وكان وزيرا سابقا للدفاع او للامن او للحرب اسمه ما شئت وجابي ايزنكوت اللي هو كان رئيس اركان سابق ذهب الى المظاهرات في تل ابيب وفي حيفا التي تطالب باسقاط نتنياهو. لاحظ انه يقف جالنت وزير الدفاع نفسه طيب. الذي يتحدث اليوم بعد ان تحدث نتنياهو عن استمرار الحرب طوال 2024 والقضاء على حماس الى اخر كل هذه الاوام هو نفسه الذي قال في ال الذي خرج من اجتماع لمجلس الوزراء رغم انه من حزب نتنياهو غاضبا واختفى لمده ساعه من الاجتماع لانهم آه الأخ... لأن الآخرين من نوع سموتريتش وبنغفير وغيره وجدوا في الجيش صيداً سهلاً وحملونه كل المصائب فشل في 7 أكتوبر الفشل في غزة أه الفشل في غيره لأهداف انتخابية فعلامات التشقق في الصورة الإسرائيلية بتتزايد والشروخ تتعمق إيه السبب؟ السبب ببساطة هذه الخسائر البشرية العسكرية هذا الهوان الذي انتهى إليه جيش الاحتلال هذه الفلسطينة. المرمطة هو ده هذا هو الجو الباقي تفاصيل أمريكا بناء على ذلك تتحرك أو كذا أو كذا دي كلها نتيجة إنما الأصل في النهاية أصل إحباط هذه الحرب وأصل تقصير مدتها وأصل الخلاص منها أن تقاتل وقد أثبت الفلسطينيون سواء الشعب اللي هو جدار المقاومة صمودا أسطوريا وأثبتت المقاومة مقدرة هائلة في فنون القتال وفي الإبداع القتالي المذهل وهذا هو الجوهر الذي يؤدي إلى تشققات في الداخل الإسرائيلي في الصف القيادي أو في التجمع طبعا. الإسرائيلي نفسه هذا هو الطريق لردع أي حرب بدأ إذن كنت نفسي أتكلم أنه لابد و و وله ابن سقط في غزة لا. قتيلا وله قريب سقط في غزة قتيلا ابنه كان ضابط في النهايه قال لابد ان نسلم باننا خسرنا هذه الحرب فعلينا ان نكمن ونعيد التفكير في الصوره طيب ككل وان نسترد اسرانا اولا للحديث بقيه للحديث بقيه